Como se faz? الأطفال الذين استنشقوا مادة الكلور قائمة كما ترى المروحي على المدينة السلمية ليلة 16/3/2015 درجة جوية 2015 استنشاق الأطفال مادة الكلور التي أوقعها ترى المروحي 16/3/2015 استنشاق الأطفال لمادة الفلور التي ألقتها التي ألقاها طيران مروحي على مدينة السلميين ليلا 16/3/2015 إصابة المدنيين جاء برميل متفجر 16/3/2015 إصابة أحد المدنيين جراء إلقاء برميل متفجر تحت الغاز.